شكرا جزيلا لزملائي في الكنترول، تحية للفنان القامح حسين شندي. طبعا ده أغنية حماس لأنه إحنا في بداية الشتاء، أما الصباح بتكون متجرس كو عاملين كده بيكونوا كسلانين. أي فقمنا قلنا نحمس الموضوع شوية كده. ما بين حب الشتاء وباقي الفصول، احمد غايته يعني مليون في المية بحب الشتاء، واحنا من الصباح بنتكلم في الموضوع ده. الشتاء ده حقنا. انا بحس انه فيه كسل، انا بكسل فيه بصورة ما عادية، على العموم شتاء ولا صيف، ربيع او خريف او ايا كان الفصول، في الاخير المزارع عنده دوره. ومن لونه دائما هو يعني حاضر في الحقل عشان ما ينتج محصول معين، عشان ما احنا كلنا نستفيد ونتمتع بالغذاء الصحي المختلف من المنتوج والمحصول المختلف. نعم، بالاضافه للمحاصيل ذات العائد الضخم اللي بتدخل في الصادرات، عموما في فكره انه في الشتاء الخضار في السوق بيكون رخيص وبيكون متوفر، يعني انه فعلا الايام دي يكون رخيص ويكون متوفر. نعم. التجار ولا طبعا احنا عندنا مشكله، ده ازول السيد السلعه يعني، وده الزبون او المستفيد، بيكون في زي 5 انفار في النص كده، فاحنا نتمنى انه الحاجه تختفي، السماسره اللي بيكونوا في النص، الناس اللي بيخطوا الطواقي، يعني الناس اللي بيقدروا يتحكموا في السوق وفي اسعار السوق، يعني هدوا اللعب كده شويه، خلوا الناس دي تعيش، يعني خلوا البيع يكون مباشر ما بين البائع وما بين المشتري عشان كل اهلنا يستفيدوا زي ما ذكرت، وخاصه في الشتاء لانه في احساس جوع زايد كذا مفرط، فما زال بيشيل هم انه المفروض انا اجيب حاجات زياده بتحصل. والسر طبعا نسبه لانه الجسم اساسا يعني بيختلف باختلاف الفصول. نتمنى انه يعني هذا العام الشتاء يكون مختلف، نتمنى هذا العام السودان يكون مختلف في ايا كان، في المحاصيل، في الدراسه، في التعليم، في كل النواحي المختلفة في حياتنا. نتمنى ان احنا نستمتع بسودان جديد، سودان مختلف، لكن اليوم تركيزنا تحديدا على المحاصيل وعلى الزراعة، لأن باعتبارها انها هي يعني ناتج اقتصادي كبير جدا او رافد اقتصادي كبير جدا للسودان. مواسم الحصاد بدأت في عدد من الولايات والمدن السودانية، يمكن اهمها القضارف. في التقرير القادم يتحدث عن موسم الحصاد من منظور ثقافي واجتماعي مع زميلنا محمد الفاتح مراسل الشروق من ولاية القضارف. الساعة تقريبا 14 عصرا، وهي بداية الانطلاقة نحو عمليات حصاد السمسم. فالجو المعتدل واحدة من مطلوبات العمل، وجموع من العمال تتجمع هنا وهناك في الكمبو، البعض مشغول بإعداد وطهي الطعام والآخر بتجهيز معدات قطع السمسم. يتحول المكان في هذا التوقيت من كل عام إلى خلية نحل لا تهدأ، فالسمسم لا ينتظر والمزارع يسابق الزمن من أجل حصاده. تقريبا في الفترة دي السودان ما فيه بترول، ما فيه أي موارد أو حاجات ممكن تضيف للناتج القومي إلا الزراعة. فالقضارف يعني الحمد لله مزارع القضارف مزارع يعني متمكن ومعتمد عليه نفسه تماما، ويعني مقدام في استخدام التغانات، ويعني تقريبا مرات بيقوم بعمل الدولة. يعني ياسر شاب في أواخر الثلاثينيات من العمر، يحترف الزراعة التي ورثها كابر عن كابر، أحب المهنة فطورها، يتجول بين عماله محفزا ومشاركا، ممنيا النفس بحصاد وفير. نحن يعني بنتمنى ان الحكومه تقيف مع المزارع وتدعمه في 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 مجال الاليات، في مجال التمويل، في يعني توفير العماله. الحله والتكل مصطلحات يتعارف عليها المزارعون، وتعني الشكل الذي يجمع فيه العمال السمسم قبل عمليات الحت. طبعا السمسم بيتقطع زي ما شايفين انتم هنا قدامكم، كل رصه هنا من هذه الرصات بتسمى حله. الحلة فيها 400 ربطة، كل حلة بتتكون من 400 ربطة. فيعني السنة دي المسروعة المزروعة بالسمسم تقريبا واسعة، وقل العمالة وصل سعر الحصاد الحلة دي لمعدلات عالية جدا. الحاجة دي زادت سعر التكلفة بالنسبة للمزارع كثير. يعني في هدوء الليل تستعد مجموعة أخرى لبداية العمل، تحفز نفسها بالأناشيد والأهازيج. وإن كانت بلهجات ولغات أجنبية، فالعمالة الأثيوبية باتت هي الحل،
في ظل عزوف العمالة الوطنية عن الزراعة واتجاهها نحو التعدين. بقينا نعتمد في الفترات الأخيرة على العمالة الوافدة من الجارة أثيوبيا، وذلك لتأثير عمليات التنغيب عن الذهب بشمال وغرب السودان. فحقيقة العمالة الوطنية كلها لقت انه خيار تنغيب افضل لها من العمل الزراعي. الحاجة دي خلقت لنا احنا فجوة كبيرة في مجال العمالة. فيعني نشكر حكومة السودان وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لتسهيلهم لنا استجلاب العمالة الأثيوبية. وزي ما قال نسبة العمالة في السودان هنا في ولاية القضارف يعني 95% من نجاح الحصاد ده من العمالة الأثيوبية. يعني العمالة الأثيوبية دي هنا ساعدت القضارف منطقة متأخملية وساعدتها ونجحتها، وإن شاء الله ربنا يديم العلاقات بين جارة أثيوبيا والسودان وربنا يوفق الجميع. وينظر ياسر لموسم الحصاد كمهرجان شعبي يأمل في مقبل الأيام أن توليه الدولة اهتماما خاصا وتجعل من موسم الحصاد مناسبة اجتماعية وثقافية. إنه حصاد سنسنة مفترض يكون كرنفال قومي، كرنفال قومي يعني تحتفي به الدولة كلها، وتطلع إعلانات من قبل وزارة الزراعة في جميع أنحاء السودان تنويه الشعب السوداني بأنه خلاص حصاد السمسم بدأ في القضارف، وتوفر لهم وسائل النقل لتنقلهم في موسم حصاد السمسم زي ما بيعملوا جيران الأثيوبيين. الأثيوبيين في فترة حصاد السمسم بيستجلبوا العمالة من جميع أنحاء أثيوبيا على حساب الدولة لمناطق الإنتاج في الإقليم المتاخم للسودان من ناحية القضارف. فبتلقى أنه الفترة دي الميكروفونات بتطلع في المدن بتنوه الناس أنه خلاص السمسم طلع، العمال يتحركوا. يعني اليومية تقريبا ما سهلة في قضارف في موسم حصاد السمسم ده، اليومية الآن بتلحق تصل ل 500 جنيه. وعلى ذات الجانب تقف السلطات مع المزارع مساندة وداعمة، فها هي إدارة جوازات ولاية القضارف تقف على أعلى مستوياتها مسهلة إجراءات دخول العمال. نحن في إدارة الجوازات والهجرة يعني نقوم بمساعدة هؤلاء المزارعين بتسهيل إجراءات دخول العمالة، ونحن معهم إن شاء الله قلبا وقالبا لإنجاح الموسم الزراعي بمشيئة الله تعالى. وإن كان الهدف والغاية اقتصاديا في المقام الأول، إلا أن موسم الحصاد لمحصول السمسم يعد مهرجانا شعبيا وملحمة وطنية تستحق الاهتمام والتوثيق. محمد الفاتح الشروق، ولاية القضارف.